السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم ويوم جديد من استاد الاهلي. طبعا يوم جديد من وجودنا في هذا الكيان الكبير كيان النادي الاهلي. فرحه كبيره امبارح من خلال الجمعيه العموميه واكتمال النصاب، وطبعا عدد الاصوات اللي وافقت على اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي واللائحه الداخليه والنظام الاساسي للنادي الاهلي. يوم كان رائع او يومين كانوا رائعين. طبعا اللجنه او الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اثبتت انها جمعيه واعيه بافرادها باعضائها بوجودهم بمساعده بعض داخل النادي الاهلي، وان هم بيدوا اصواتهم او وجودهم حتى من غير حتى ما تدي صوت، وان انت في ناس على فكره كانت بتدي صوتها يوم في مدينه نصر تيجي تاني يوم بتتابع العمليه الانتخابيه او عمليه التصويت داخل نادي الاهلي الجزيره. ده في حد ذاته بيوضح لك قد ايه الاهتمام وقد ايه الكير والخوف على النادي الاهلي، وان انت دايما على اتصال حتى بباقي اعضاء الجمعيه العموميه. انت لو انت عندك اصدقاء اخوات صحاب بتكلمهم عشان ينزلوا لو ما نزلوش. دي كانت حاجه مميزه جدا من خلال رؤيتي للجمعيه العموميه اللي كانت على مدار يومين، سواء كان في مقر مدينه نصر او مقر الجزيره. وده لازم نشكر من خلال طبعا قناه الاهلي اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي، طبعا سواء بقى سيدات كبار سن رجال شباب، واحنا شفنا الشباب كان موجود وبيشارك بشكل مميز جدا. ولكن طبعا كل الشكر للجمعيه العموميه اللي اثبتت فعلا النادي الاهلي يقود ولا يقاد، واحنا مش مستنيين حد ممكن يفكر لنا، مش مستنيين حد ممكن ياخد لنا قرارنا من بعيد. احنا بنعمل الصالح لينا ولصالح هذا الكيان الكبير اللي دائما دواليب النادي مليانه بطولات، واحنا محتاجين ان احنا نزودها، محتاجين ان احنا نبتدي نعمل لوائح نستثمر مثلا بيها لو بند استثمار مثلا. احنا اللي بنفكر، احنا اللي عارفين النادي ده محتاج ايه، عارفين النادي ده مين المفروض يبقى ماسك او يترشح لعضويه النادي الاهلي سواء بقى رئاسه او عضويات. كل ده احنا عارفين، احنا الداخليات دي احنا اللي عارفينها من خلال طبعا اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. واعتقد ان هم نجحوا بشكل كبير. لما نتكلم ان عدد الحضور امبارح وصل ل 14975، عدد الاصوات الصحيحه 14917، اللي وافق على اللائحه كان 14391، اما الرافض للائحه لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي كان 526، اما عدد الاصوات الباطله فكان 58. بنشوف ان احنا عدد اصوات كبيره جدا وافقت على اللائحه، وده في حد يعني حاجه مميزه جدا. وشفنا طبعا لحظه اعلان النتيجه والشكر المهندس محمود طاهر لاعضاء الجمعيه العموميه بعد كده من خلال طبعا كلمته ما بعد اعلان التصويت او بعد اعلان نتيجه اللائحه الاساسيه او لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. عايزين نشوفها طبعا مع بعض لانها لائحه مميزه، يعني زي ما نقول في التاريخ هتكون موجوده باستمرار. هذه اللحظه لحظه اعلان النتيجه اعتقد هنفضل فاكرينها بشكل كبير لمدار او لفتره طويله من السنوات القادمه، لانها هي تعتبر مستقبل جديد للنادي الاهلي. نتفضل نشوفها مع بعض ونرجع نكمل كلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان النتيجة النهائية للتصويت الجمعية العمومية الخاصة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. إعمالا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وبناء على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بدعوة السادة الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية الخاصة يوم الجمعة الموافق 25/8/2017 بمقر النادي بمدينة نصر، ويوم السبت الموافق 26/8/2017 بمقر النادي بالجزيرة للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي. قامت اللجنة القضائية بالإشراف على العملية الانتخابية على مدار اليومين سالف البيان، وتبين من موقع الكشوف الصادرة عن النادي المدرج بها أسماء السادة الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية الخاصة أن إجمالي عددهم 156416 عضوا، وأن إجمالي الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم في يومي 25 و26/8/2017 بلغ عددهم 14975 عضو.
وبذلك قد اكتمل النصاب القانوني للعقاد الجمعية العمومية الخاصة. وقد قام السادة أعضاء اللجان الفرعية بجهد مشكور على مدار اليومين في القيام بالعملية الانتخابية على خير وجه، وهو جهد مضني وجهد مشكور. كما قامت اللجنة القضائية بفرز بطاقات إبداء الرأي، وتبين أن إجمالي عدد الحاضرين يومي 25 و26/8/2017 عدد 14975 عضوا، إجمالي عدد الأصوات الباطلة 58 صوتا، إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 14917 صوت. إجمالي عدد الأصوات الغير موافقة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي 526 صوت. إجمالي عدد الأصوات الموافقة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي 14391 صوت. إجمالي عدد الأصوات الموافقة على النظام الأساسي للنادي الأهلي 14391 صوت، وهي نسبة تزيد عن ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين أطلبوا أصواتهم. وبناء عليه أصبحت لائحة النظام الأساسي هي السارية للنادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك على الجمعية العمومية للنادي الأهلي العظيم اعتماد لائحتها الأساسية اللي إن شاء الله هتملك مجالس الإدارات القادمة. دايماً الجمعية العمومية للنادي الأهلي هي أرقى وأذكى وأنشط جمعية عمومية، وزي ما أثبتت النهاردة هتفضل تثبت طول النهار إنه الجمعية العمومية للنادي الأهلي بتقول الأهلي فوق الجميع. موجود المهندس محمود طاهر وختم بيه كلامه، هو الاهلي فوق الجميع، ده شعار ابنائه اللي موجود باستمرار، هذا الكيان دائما بنكون فوقنا باستمرار، هو في المقدمه، مصلحته في المقدمه. عشان كده الجمعيه العموميه اثبتت او انتصرت بشكل كبير على بعض الناس اللي ممكن كانت بتحاول تكسر زي ما بقول مقادفنا، بتكسر همم الجمعيه العموميه انها ما تروحش هذه الجمعيه العموميه الخاصه بلائحه النظام الاساسي. على اساس ايه؟ هو الواحد ما بيبقاش فاهم وعارف ايه الاهداف وايه المصالح، لكن زي ما بقول لكم تلاقي واحد داخل يقول لك ما هو ملوش دعوه بالنادي الاهلي، انا بقترح حل المشكله بكذا كذا كذا. انا بقول لكم دايما خليكم في حالكم أو التزموا الصمت، هي دي النقطة المهمة اللي لازم أنت تكون فاهمها، إن أعضاء مجلس أو أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي فاهمين كويس قوي، جمعية عمومية واعية، فاهمة، عارفة ناديها فين وبتعمل وبيعمل إيه، والمجهودات اللي الفترة اللي فاتت كانت موجودة إزاي، وإحنا عايزين نادينا يبقى إيه. عشان كده هم نزلوا، وأعتقد إن المهندس محمود طاهر وهو بيشكرهم هو فاهم قد ايه الجمعيه دي تعبت، او الاعضاء الجمعيه العموميه تعبوا قد ايه من خلال اليومين اللي كانوا موجودين، لان طبعا
انت في شهر صعب، شهر كله حراره عاليه ونزولهم، ان هم ممكن يسيبوا مصايفهم، بيسيبوا شغلهم، بيسيبوا بيوتهم في وقت حر وينزلوا يدلوا باصواتهم في هذه الجمعيه العموميه، ده دليل على ان المهندس محمود طاهر فاهم المتاعب والمشقه اللي ممكن بيكون موجوده لدى بعض اعضاء الجمعيه العموميه. احنا شفنا امبارح ناس كبار في السن موجودين من الصبح، موجودين في مدينه نصر يوم السبت، يوم الجمعه، ويوم السبت ايضا اعضاء الجمعيه العموميه كانوا موجودين بشكل مكثف، الناس الكبيره طبعا وخوفهم على النادي الاهلي، ويعني اعتقد ان كان شيء مميز جدا وجودهم، بيدي زي ما بنقول ايه القدوه، هم دول كانوا القدوه واحنا بناخد منهم وبنكمل طبعا للاجيال اللي بعدنا، وده كان شيء مميز جدا جدا. طبعا دي كانت لحظه اعلان المستشار شريف حشيش رئيس اللجنه القضائيه المشرفه على الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، كانت لحظه مهمه جدا ان احنا نشوفها، وزي ما احنا شفنا الجمعيه العموميه بعد اعلان النتيجه وفرحتها، وطبعا والاناشيد الخاصه بالنادي الاهلي واهلي اهلي، طبعا ده انتصار زي ما بقول لكم للجمعيه العموميه وللنادي الاهلي. زي ما احنا شايفين ايضا يعني تصريحات اللي بعد كده من اللجنه الاولمبيه المتمثله في استاذ شريف هشام حطب، في ان الفيصل في هذا الموضوع من خلال اعتماد الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هي الشؤون القانونيه الخاصه باللجنه الاولمبيه، وهنشوف هو ده الكلام اللي ممكن الاستاذ شريف حطب بيتكلم عليه، هشام حطب انا اسف، ان اللجنه القانونيه او الشؤون القانونيه باللجنه الاولمبيه هتشوف ايه صحه الاجراءات اللي موجوده، ولو وافقت على هذه الاجراءات وقالت ان هي اجراءات سليمه هيتم اعتماد الجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي واللائحه لائحه النظام الاساسي الخاصه بالنادي الاهلي من خلال طبعا اكتمال النصاب وفي نفس الوقت الموافقه عليها من خلال الاعضاء الجمعيه العموميه. كان طبعا كان لازم نتكلم امبارح او على امبارح طبعا واول امبارح لان كان يوم تاريخي ويوم مهم للنادي الاهلي في تاريخه، زي ما بنتكلم هي اللائحه دي معموله للاجيال القادمه، الشكل اللي سوف يدار به النادي الاهلي من حيث الاستثمار، من حيث طريقه الانتخاب، من حيث حاجات كتير جدا احنا كجمعيه عموميه للنادي الاهلي عايزينها في الفتره الجايه، محتاجينها، لان زي ما بقول لكم النادي الاهلي كبير جدا جدا جدا، متطلباته مختلفه عن متطلبات انديه اخرى، انا استثماري او الجزء الاستثماري عندي غير عند انديه ثانيه بدون ذكر اسامي، انا بطولاتي بتحكمني ان انا اشتغل بشكل معين، الاستراتيجيه بتاعتي كمجلس اداره لما باجي بشكل معين، في حاجات كتير قوي لوائح وبنود داخل اللائحه بتخليني انا ببقى محتاجها بشكل معين، مش محتاج قيود، مش محتاج بيروقراطيه، مش محتاج حاجات كتير قوي ممكن كانت تبقى مقيداني من خلال اللائحه الاسترشاديه، واعتقد ان ده حصل من خلال طبعا هذه لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي وموافقتها الجمعيه العموميه عليها. طبعا مبروك للنادي الاهلي، مبروك لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هذا الانتصار، وانتصار طبعا على ناس كتير قوي ما كانوش عايزين الخير لهذه المؤسسه الكبيره والمنظومه الكبيره الرياضيه داخل الوطن العربي، النادي الاهلي صاحب الجماهيريه الكبيره. طبعا لازم نشكر جمهور النادي الاهلي مش اعضاء الجمعيه العموميه فقط، جمهور النادي الاهلي اللي بيخاف على النادي ده، اولا احنا لازم نكون فاهمين النادي الاهلي ده اتكون بجماهيريه، كان الاول اعضاء يعني في اعضاء بعض الاعضاء، لكن في الاول حب النادي الاهلي ده حب جماهيري وليس كاعضاء جمعيه عموميه، هو جزء من الجماهير، لكن الجماهير حابه النادي ده يبقى في استقرار، استقراره ده هو الاهم، من خلال اللي حصل امبارح اعتقد ان احنا متجهين او مكملين في جزئيه الاستقرار، سواء بقى مجلس قادم موجود، مهندس محمود طاهر، مين هيبقى موجود، مين هو في استقرار، هو ده الاهم، المنظومه ماشيه وشغاله، تروس ماشيه وشغاله، هو ده الاهم بالنسبه لنا، البطولات داخله، بننام ونصحى كل يوم بنلاقي بطوله موجوده داخل النادي، سواء طايره، يد، سله، كرة قدم، ألعاب فردية، هو ده اللي احنا محتاجينه من خلال وجود النادي الأهلي، وأعتقد الجماهير بتبقى محتاجة هذه البطولات باستمرار، احنا بنقول النادي الأهلي دايما هو اللي بيفرح الشعب المصري، هو الحاجة اللي بتضحك الشعب المصري، بنشوف قد إيه المزاج العام في حالة النادي الأهلي بيبقى عنده هزة، في الأمور مش مظبوطة، بتلاقي الدنيا الناس ماشية في الشوارع مش مبسوطة، لكن طبعا إن شاء الله عمرها ما تحصل يعني في الفترات القادمة نبقى مبسوطين دايما باستمرار من خلال حصولنا على البطولات. عايز أقول لكم على طبعا فريق كرة القدم امبارح كان بيتمرن عادي أثناء الجمعية العمومية، والمهندس محمود طاهر بعد ما خلص يعني طبعا الجمعية العمومية كان موجود مع فريق الكورة بالنادي الأهلي اللي موجود بيتمرن في مختار التتش طبعا، وراحوا بعد كده
على معسكر ب 6 اكتوبر بمشروع الهدف استعدادا طبعا لمباراه طلائع الجيش، ثم طبعا مباراه الترجي في ربع النهائي ببطوله افريقيا. هو ده احنا منظومه ماشيه، في حاجات بتتعمل داخل النادي ولكن الجزء الاداري والكروي ماشي خلاص، كل الالعاب ماشيه بشكل طبيعي، منظومه زي ما بقول لكم كده ومؤسسه كبيره، الامور ماشيه بشكل طبيعي، اللعيبه بتتمرن، الجهاز الفني شايف شغله، الجهاز الاداري شايف شغله. هو ده النادي الاهلي، هو ده اللي احنا متعودين عليه. اسلام محارب لاعب الفريق النادي الاهلي الوافد الجديد، وطبعا هو واحد من نجوم النادي الاهلي القادمين ان شاء الله، متوقعين له بشكل كبير يبقى مميز هذا الموسم. كابتن حسام بدري طبعا بيديله راحه نتيجه طبعا الام يعني جات له في الحوض، طبعا نتمنى له السلامه اسلام محارب. كابتن حسام البدري طبعا هيعتمد عليه الفتره القادمه، او كل اللاعبين المميزين الجدد سواء بقى هشام محمد، اسلام محارب، ايمن اشرف، وليد ازار، وكل من هو لاعب مميز، اكيد كل اللاعبين مميزين هيعتمد عليهم كابتن حسام البدري. اكيد حته اصابه الحوض دي بتبقى محتاجه زي ما بنقول حته سنس، او اللي انت تبقى يعني خايف شويه كده على اللعيب، ما تدروش ممكن التدريبات ممكن تتفاقم الاصابه، فبالتالي الف سلامه على اسلام محارب، بيقدر طبعا يرجع سريعا ان شاء الله في المباريات القادمه. مؤمن زكريا ايضا بعد ما كان مصاب في الكاحل بقى موجود وبيتمرن بشكل طبيعي مع الفريق بشكل جماعي، وده حاجه مميزه. احنا عارفين طبعا النادي الاهلي استعدادا بعد 10 ايام تقريبا من دلوقتي امام طلائع الجيش، هو في مباريات وديه هتبقى موجوده، سواء بقى النصر، انا مش عارف تقريبا في مباريات هتبقى موجودة، بس النصر موجود، بعض الفرق هتبقى موجوده، هيبقى ماتشين ثلاثه، لكن طبعا ده استعداد للموسم الجديد. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. ايضا جونر اجايب ينتظم بعد اجازته في تدريبات الجماعيه للنادي الاهلي، وايضا جونر زي ما احنا شايفين وعارفين من خلال طبعا الموسم السابق من اللعيبه المميزه جدا اللي الفتره اللي فاتت اثبت ان هو من افضل اللاعبين المحترفين اللي جم النادي الاهلي. يعني زي ما احنا شايفين هو عنده هدوء امام المرمى، بيعرف يتعامل مع الكرة في رجله، الاستلام، التسلم، الاستلام، التسليم نفسه مميز جدا، حتة الباص، بيعرف يلعب راس حربة، بيعرف يلعب تحت راسات الحربة، يعني اعتقد من اللعيبة المميزة. وده فوق كل ده بقى ان هو لاعب مؤدب، لاعب عارف قيمة النادي الاهلي، عارف ان هو جاي نادي كبير، نادي كبير في افريقيا وفي الشرق الاوسط، فبالتالي زي ما احنا تجربه اثبتت لنا ان هو لاعب من اللعيبه المميزه، عكس طبعا اللاعب الكلوبالي اللي كان موجود وكان لاعب مميز، ولكن طبعا هو استعجل او مش عارف ايه اللي حصل في دماغه وهرب، ودي حاجه طبعا لسه ما احنا يعني قضيه مفتوحه لسه احنا فيها حتى الان، ولكن طبعا جونو اجاي من اللعيبه المميزه اللي ممكن نتم اختياره من افضل اللاعبين المحترفين في الدوري المصري. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معايا نجم من نجوم مصر والنادي الاهلي، واحد من اعضاء الجمعيه العموميه ايضا للنادي الاهلي، كابتن وليد صلاح الدين، هنتكلم طبعا على اليومين اللي فاتوا، ايضا طبعا على استعدادات فريق كره القدم للموسم الجديد ومباراه الترجي المنتخب ان شاء الله. فاصل واستقبل نجم مصر.